السلام عليكم يا ثاني، معكم مزدينة ذنبات من أكاديمية ثلاثية الذكاء. المرة الماضية أخذنا عن تقريب الأعداد إلى أقرب عشرة، رسمنا خط أعداد مكون من عشرة وهو بناء مثلا عن خمسي. لو نيجي نحكي ثلاثون وهنا أربعون، لو إجيت أنا حكيت لك بدي رقم ثلاثة وثلاثون طلع لي إياه أو قرب لي إياه إلى أقرب عشرة، وبدي رقم ستة و 30 قريب لي الى اقرب 10. بدي اعطيكم طريقه غير انك تشوف هو اقرب لمين. هو تمام، لو نيجي بدنا نرسم على خط الاعداد رح نشوف ان السته اقرب لل 40 و 36 اقرب، وال 33 هي اقرب لل 30 من ال 40. بس انا بدي اعطيكم طريقه جديده اللي هي بدي اشوف نفس ما اخذته في درس المات. بدنا نشوف وين الأعداد الكريمة وين الأعداد البخيلة. أكيد متذكرين مع بعض الأعداد الكريمة هي الأعداد البخيلة هي 0 1 2 3 4. شو يعني بخيلة؟ بخيلة يعني تحكي لك أنا رقم ثلاثة ما رح أعطي رقم ثلاثة هذا واحد وأخليه يصير أربعة وأنا أصير صفر. أحكي لك لا، أنا رجلني وخليني أصير صفر بس رقم ثلاثة خليه زي ما هو، أنا ما رح أعطيه. بالمقابل عندي رقم ستة، حكى أنا هي ستة وثلاثون، حكى أنا بدي أصير، طيب حكى أنا ستة بدي أصير صفر، بس لأني أنا كريمة رح أعطي رقم ثلاثة واحد ورح يصير الثلاثة إيش؟ أربعة. فإذا أنا لما تقربني ستة وثلاثين لما تقربني رح تكتشف إني أنا أقرب إلى الأربعون، أقرب إلى الأربعون من غير خط الأعداد. فتعالوا نجرب كمان، عندي خط الأعداد هنا، عندي خمسون وستون، رقم ثلاثة أو أخذنا إحنا ثلاثة، خلينا ناخذ رقم 52 ناخذ 58، هذا الرقم وهذا الرقم 52. لو أجي بدي أقربها نشوفها 58. تعالوا نشوف مع بعض 52، الاثنان حكينا هي من الأعداد، شو؟ كانت أي أعداد الاثنان؟ هي من الأعداد البخيلة. بتعطي؟ هي من الأعداد البخيلة. هل العدد البخيل بيعطي الخمسة؟ لا ما بيعطي، بيحكي أنا رح أصير صفر بس الخمسة شو بدها تضل؟ بدها تضل خمسة، أنا ما رح أعطيها واحد. بالمقابل عندي ثمانية، هي من الأعداد الكريمة، هي من الأعداد الكريمة. ثمانية من الأعداد الكريمة بتحكي أنا بصير صفر بتنازل عن مقعدي، بس الخمسة أنا بدي أعطيها واحد. عشان إيش تصير؟ عشان تصير صفر. إذا ثمانية وخمسون هي أقرب، إذا بدك تقربها لعشرة هي ستون، واثنان وخمسون إذا بدك تقربها لعشرة عندي اثنان، الاثنان عدد بخيل، الاثنان ما بيعطي، فإذا رح يصير صفر، والخمسة رح تبقى كما هي، إذا خمسون. طيب تعالوا شوف مع بعض، ندخل الآن إلى تقريب الأعداد إلى أقرب 100. إحنا أخذنا تقريب الأعداد إلى أقرب 10 وحكينا الأعداد البخيلة ما بتعطي الرقم اللي قبلها أو الرقم مثلا اللي بالعشرات ما بتعطيه زيادة واحد حتى نقربه. طيب لو بدي اجي اقرب ل 100 صعب علي احكي مثلا هون 300 وهون 400، واجي احكي لك 370 او هي هون احكي 370 قرب لي اياها، هي اقرب لي ل 100 ل 400 ولا ل 300؟ صعب انك تشوف. فاذا كنا في تقريب الأعداد إلى عشرة كنا ننتبه لأي خانة؟ لخانة الآحاد. هون عشان نقرب لأقرب مئة لازم أنتبه لخانة المئات، خانة عفوا خانة العشرة. تعالوا نحط 370 بنفس الطريقة، ننتبه
للرقم 7 بدل ما كنا ننتبه للأحد هسه ننتبه لشو؟ للعشرات. رقم 7 عندي هو رقم من الأعداد شو الكريم ومن الأعداد البخيلة. تعالوا ندور مع بعض وين رقم 7؟ وين رقم 7؟ هيو رقم 7 هو من الأعداد الكريمة، والعدد الكريم بيعمل العدد اللي بعده 1، العدد اللي بعده شو بصير؟ 4، والأعداد اللي قبلها بصيروا أصفار. تعالوا نشوف مع بعض 310. الواحد، تعالوا ندور على الواحد، هل هو من الأعداد البخيلة أم الأعداد الكريمة؟ الواحد من الأعداد البخيلة. طيب إذا هو بيعطي واحد؟ لا. شو بصير؟ الثلاثة بتضلها كمان هي وهون صفرين. تعالوا نشوف كمان 350. 350 الخمسة من الأعداد، هل هي من الأعداد البخيلة؟ طيب شوف الأعداد الكريمة؟ نعم هي من الأعداد الكريمة، فإذا شو بيساوي العدد الكريم؟ شو بيساوي؟ بيعطي العدد اللي بعده واحد، الثلاثة لما نزيد عليها واحد شو رح تصير؟ أربعة، والكانت السابقة رح تصير صفر، لو إجيت شفت 340 عندي رقم 4، والأربعة هي من الأعداد، هل هي من الأعداد البخيلة؟ تعالوا ندور مع بعض، نعم هي من الأعداد البخيلة، عدد البخيل، هل بيعطي الثلاثة واحد؟ ما بيعطي الثلاثة واحد، فإذا شو؟ رح يبقى الثلاثة كما هو، والأعداد اللي بعديه رح يكون أصفر. تعالوا مع بعض ننتقل لدرس كتاب الطالب، حل أسئلة صفحة 33. أتحقق من فهمي. أقرب الأعداد الآتية إلى أقرب عشرة. 382. منزلة العشرات هي الثمانية، والعدد السابق هو الاثنان، والاثنان أقل من الخمسة، إذن لا أضيف واحد، وتقلب جميع الأعداد على يمين منزلة العشرات إلى أصفار، فيصبح التقريب 380. 457. منزلة العشرات هي الخمسة، والعدد السابق هو السبعة، والسبعة أكبر من الخمسة، إذن أضيف للخمسة واحد فيصبح التقريب 460. 821. منزلة العشرات هي الاثنان، وقبلها الواحد، والواحد أقل من الخمسة، إذن لن نعطي الاثنان زيادة فيصبح التقريب 820. 508. العدد في منزلة العشرات هو صفر، والعدد الذي قبله ثمانية، الثمانية أكبر من الخمسة، إذن أضيف للصفر واحد فيصبح 510. الآن سوية 645. أين العدد في منزلة العشرات؟ أحسنتم، الأربعة. وما هو العدد الذي قبله؟ أحسنتم، الخمسة. الخمسة تساوي الخمسة، هل تعطي؟ نعم تعطينا. تعطينا ماذا؟ تعطينا واحد لمنزلة العشرات، إذن ماذا يصبح التقريب؟ 650. الآن 924. أين العدد في منزلة العشرات؟ الاثنان. وما العدد الذي قبله؟ الأربعة. هل الأربعة تعطينا واحد؟ لا لا تعطينا واحد، لأنها أقل من خمسة، إذن نقلبها إلى صفر ويصبح التقريب 920. الآن أقرب الأعداد الآتية إلى أقرب مئة. 823. أين منزلة المئات؟ الثمانية. وما هو العدد الذي قبله؟ الاثنان. هل الاثنان تعطينا واحد؟ لا، لأن الاثنان أقل من الخمسة، إذن نقلب جميع الأعداد على يمين منزلة المئات إلى أصفار، والثمانية تبقى ثمانية فيصبح التقريب 800. 574. الخمسة في منزلة المئات، والسبعة هي العدد الذي قبلها، والسبعة أكبر من الخمسة، لذلك ستعطي الخمسة التي قبلها واحد، وجميع الأرقام ستصبح صفر، الخمسة ستصبح ستة،
والعدد بعد التقريب سيصبح 600. 253، العدد 2 في منزلة المئات، والعدد الذي قبله 5 في منزلة العشرات. هل الخمسة تعطي واحد لمنزلة المئات؟ نعم تعطينا واحد، إذن ما يصبح التقريب؟ يصبح 300. العدد 648، العدد 6 في منزلة المئات، والعدد الذي قبله هو الأربعة. الأربعة هل تعطينا واحد؟ لا الأربعة لن تعطينا واحد لأنها أقل من الخمسة، لذلك سنقرب منزلة الأحاد والعشرات إلى أصفار وتصبح الستة تبقى كما هي، فيصبح العدد بعد التقريب 600. الآن عزيزي الطالب سوية، 192، أين هي منزلة المئات؟ الواحد، ومنزلة المنزلة التي قبلها وهي منزلة العشرات؟ التسعة. هل التسعة أكبر من الخمسة؟ نعم أكبر من الخمسة، إذن هل ستعطينا واحد لمنزلة المئات؟ نعم ستعطينا واحد لمنزلة المئات. ماذا سيصبح العدد؟ سأقلب الواحد إلى 2 والباقي 0 فيصبح العدد بعد التقريب 200. أخيرا 461، منزلة المئات ما هي؟ الأربعة، والمنزلة التي قبلها الستة، إذن الستة أكبر من الخمسة، ستعطينا واحد، لمن ستعطي الواحد؟ لمنزلة المئات للأربعة، ماذا ستصبح؟ ستصبح الأربعة خمسة، منزلة الأحد ومنزلة العشرات ماذا سنضع مكانها؟ أصفارا، إذن ماذا سيصبح الرقم؟ 500. أكتب 5 أعداد تقرب إلى 500، أعداد عند تقريبها في منزلة المئات تقرب إلى 500. أولاً 510، حيث أن الخمسة يسبقها الواحد والواحد لا تعطي، إذن تقريبها 500. 546، تقريبها إلى أقرب 100، 500. 490، تقريبها لأقرب 100، 500. 470، 450. عزيزي الطالب بإمكانك اختيار أرقام مختلفة غير هذه الأرقام. نشاط منزلي، أخبر طفلي طوله بالسنتيمتر ثم أطلب إليه أن يقرب طوله إلى أقرب 10 سنتيمتر ثم أقرب 100 سنتيمتر. الآن لو فرضنا أن طول الطالب 136 سنتيمترا وسأقربه إلى منزلة